السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكرر سؤال كتير في التعليقات، ايه النبتة اللي ظهرتها جميلة في الفيديوهات؟ وكان السؤال على النبتة دي، ايه النبتة دي؟ النبتة دي او الزهرة دي زهرة الختمة او الخطمي. عندي اكثر من طريقة للحصول على بذور نبتة الخطمي. اول طريقة هو ان انا يكون عندي نباتات قديمة زي النبتة اللي امام حضرتك وانتظر لنهاية الموسم وياخد البذور. بنفس الشكل اجيب الصيص واعبي فيه تربة زراعية وتربة تكون خفيفة وينثر البذور على سطح التربة ويهرويها ري غمر وينتظر لحين ما تبدأ البذور تنبت. وفي نقطة مهمة جدا، بعد انبات البذور لو لاحظت ان عدد البذور اللي نبتت عندي كتير وكثيف وغزير في الصيص، فمن الضروري جدا ان انا اخفف. هنا ما شاء الله البذور بدأت تنبت ووضع النباتات جيد جدا. كل يوم بلاقي عندي نمو جديد وبلاقي عندي اشتال بشكل افضل. وهنا زهرة الختمة بدأت تظهر عندي وتعطي لي بألوان الأناظر عطر. طبعا زي ما اتفقنا في البداية، لما ناخد بذور الختمة من المفروض ان احنا نفصل الألوان. طبعا انا للأسف ما كنتش فاصل الألوان. الوقت الحالي اللي احنا فيه هو ده موسم حصاد البذور. بناخد البذور وبنحتفظ بيها لشهر اغسطس او شهر سبتمبر، شهر 8 وشهر 9، وبنبدا نزرع بذور نبته الختمه في نهايه فصل الصيف وفي بدايه موسم الشتاء. هنا بدات الازهار تجف وهبدا اخد احصد البذور. بنفس الطريقه هبدا احصد البذور وهرجع مره تاني ازرع وثالث ورابع نفس الشكل.